السلام عليكم، معكم محمود من قناة ترو لايف. انت بتخاف من الكهرباء، مش قسم كهرباء في كلية الهندسة، لا انت بتخاف من الكهرباء لانك حسيت بيها، ما شفتهاش لكن شفت تأثيرها، وهي دي حلقتنا النهاردة. ايه اللي انت بتشوفه وايه اللي انت بتحس بيه؟ نصيحة بس في اول الحلقة، ما تعملش لايك الا لما الفيديو ده يعجبك او المحتوى ده يمخمخ في دماغك. ما تعملش اشتراك في القناة الا لما تلاقي الفيديو بتاعي ده والفيديو اللي قبليه اللي انت شفته عجبك، او الفيديو اللي انت بتشوفه دلوقتي واللي انا هعمله او اللي هينزل بعد ده عجبك، ساعتها تقول القناه دي عجباني، ساعتها اعمل اشتراك، غير كده ما تضيعش وقت. اما بقى مساله الشير وانك انت تحط الفيديو بتاعي عندك وتشرفني انك تحطه عندك في الفيسبوك، فدي حاجه بقى ترجع لك وترجع لمشاهدينك او الناس المتابعين عندك او الناس اصدقائك. لو عايز ان هم يستفيدوا بحاجه معينه انا قلتها، فممكن تشير الجزء ده عندهم. ممكن حتى انا ما عنديش مشكلة ان حد ياخد اجزاء من الفيديو ويشيره معايا حد على الواتساب او اي حاجة، لو عايز يوصل معلومة معينة لاي حد او رسالة معينة لناس هو يعرف. نبدأ الحلقة. الان انت في وضع صعب جدا، رايح روسيا او رايح اوكرانيا ورايح للمجهول، ما تعرفش ايه اللي هيواجهك هناك. ممكن الناس اللي سبقوك ووصلوا اوكرانيا وروسيا عندهم افكار كتير، عندهم تجارب كتير، حكولك هتيجي هتعمل كذا كذا كذا. وفعلا بلاقي ناس كتيره جايه متبرمجه ومتظبط وحافظ كل حاجه وعنده الابلكيشن على الموبايل وعارف هيسال مين وعارف هيروح فين وعارف هيدور على ايه ويروحوا ازاي، فما عندوش مشكله، مش محتاج يسال حد. ودي ناس طبيعيه، الشباب الجديد طالع كله كده جاهز حامي سخن دماغه منوره، الدنيا طريقه عارفه والدنيا مفتوحه قدامه. فساعتها انا ما بحتاجش ان انا انصحه كتير، انصحه بس خلي بالك وانت شارك كده بسرعه، في حاجات ساعات بتكعبلك، في حاجات بتستغل سرعتك دي، في ناس بتركب على القطر بتاعك، القطر اللي انت بتجري بيه بسرعه ده بيركبوا وبيبقوا يعني ايه عبء عليك في المستقبل. فخلي بالك ان انت ما تبقاش طيب قوي، ما تبقاش ساذج زياده عن اللزوم، ما وفي نفس الوقت ما تبقاش منعزل عن الناس سواء من بني جلدتك او من الروس او الاوكران اللي انت عايش وسطهم. ناس كتير دايما تحذر اول ما توصل، خلي بالك ده الروس في منهم نصابين، في مش عارف ايه. برضو ناس تقعد تحذر من العرب، يقول لك العرب في منهم كذا، اول حاجه تاخد بالك حرص من العرب. ليه يا عم؟ ما كل بلد او كل شعب فيه كده وكده. زي ما انا قلت قبل كده، ان آلات أو ماكينات النصب بتبقى أصلها من البلد، واحد أوكراني واحد روسي ومدورها، عنده مكتب عنده شركة عنده حاجة، ومجايب لك واحد عربي بيتكلم بلغتك علشان يضحك على سعادتك وياخد منك فلوس ويستنزفك. يعني هو ما فيش ناس معروفين في روسيا وفي أوكرانيا وفي برامج بتتكلم على الموضوع ده، بتنصب على أوكرانيين وعلى عرب وعلى غير عرب وعلى روس وعلى صينيين وهنود، بيضحكوا على الكل وبينصبوا على الكل، والحاجات معروفة وحركات معروفة، والنشرات بتاعة الأمن العام والأمن الداخلي في البلد دايما يقول لك خلي بالك، محدش يسألك على الكارت بتاعك على التليفون وتقول بياناته، محدش يسألك على مش عارف ايه على التليفون وتقول بيانات باسبورك ولا اسمك الكامل ولا بيانات مراتك مين ولا عيالك مين، ولا يقول لك ابعت لي على الواتساب شهادة ميلادك فتبعت له. كل الحاجات دي يقعد يقول لك ما تعملش، لان النصابين كتير جدا. ومحدش يقول لك ادفع كذا وهنجيب لك شقة وابوتيكا ومش عارف ايه، برضو نصب كتير. محدش برضو يشتري شقة او بيت او كده ويقولوا له ده سعره مش عارف 2000 دولار ولا 3000 دولار وفي حتة مميزة ويطلع شاريه 4-5 غيرك، او يكون مش ده الملك الوحيد. حاجات كتير بيقعدوا الدولة بتحذر وبتنوه وبيعملوا برامج، لكن لو انت راجل شارخ وعارف سكتك وموبايلاتك وحاجتك ومش دريان بالدنيا دي، وجيت في يوم غلطة الشاطر بألف وانت شاطر، تيجي في غلطة واحدة تيجي تشتري عربية هي ما تسواش 100,000 روبل دفعت فيها 400، ولسه قريب طازة واحد واقع في القصة دي قدامي، اشترى عربية حلوة كده بيجو العربية ما تسواش اكتر 250,000 روبل. ده كل ما يروح لحد يصدمه ويطعنه كده يقول لك ايه ده انت تضحك عليك، ده فيها كذا، ده محتاجة كذا بكذا، دي العربية دي كبيرها 250. قال له اصل انا واخد عليها كاسكا وبتاع، يعني عليها تأمين وبتاع كله واقف عليه. تخيل دفع كام؟ دفع 650,000 روبل. ففلوسك دي هو بالنسبه له هو مرضي، يقول لك انا حاسس العربيه تسوى، لكن كل التقييمات بتقول له لا ما تسواش، ده حتى ما تجيبش النص يا ريس، وعايزه محتاجه كذا كذا. هو طبعا فوجئ انه هيدفع عليها، يعني تقريبا وقف عليه بحوالي اكتر من 850,000 روبل، لان هيدفع عليها 200,000 روبل اصلاحات وتعديلات لحاجات اساسيه. فليه فلوسك تضيع او انت تتكبد مصاريف زي كده؟
لو كان الراجل خصم ال 200 ألف روبل دول كان هيجرى ايه؟ كنت اشتريتها حتى ب 450 يا اخي، مش ب 650. ادي مثال. فواحد الشاطر ب 1000، والراجل ده شاطر وذكي، ومن يوم ما وصل وهو واخد طريقه صح ما بيستعينش باي حد تقريبا الا في اقل الحدود. ليه؟ لانه مطلع وجاهز وبتاع وبياخد في طريقه، لكن فوتت منه، ما عرفش اول مره يشتري عربيه. برضه كان هيشتري بيت ويقع في حاجات، لان افتكر الناس الاعلانات اللي بتتعامل على الانترنت في كتير منهم نصابين، مش بقول كله نصابين. في ناس تقول لك ايه انا المالك، وما هوش مالك، هو سمسار، وقال لك ده قشطه اجنبي يلا نديله على دماغه وناكله في الفلوس، اذا كان اهل البلد نفسهم بيضحك عليهم. فانت مش هتضحك عليك اللي انت لسه اللغه بتاعتك تعبانه، نقدر نقول خبرتك في، يعني اكيد عندك خبره في بلدك عن شراء البيوت مثلا، لكن في روسيا او في اوكرانيا في سكه تانية، في حاجات تانية. يعني في ناس لحد النهارده اشترى وباع اكتر من مره، لحد النهارده ما يعرفش ايه الفرق ما بين الداتشا والدوم والبودينك. البودينك دي كلمه اوكراني، بس ما يعرفش الفرق بين الثلاثه، البودينك اي كله عنده واحد. فيقول لك انا راجل خبير، انا بشتري وببيع. في ناس تشتري، اكو ناس يعني ظريفه كده، تشتري الحاجه ام 500 الف جريفنا، يشتريها بمليون وعلى قلبه زي العسل. يقول لك انا راجل فييس يا اخي، انا راجل لعين يا اخي، انت مالك ومالي، انا حر في تصرفاتي. فخلاص سيبه في حاله. بس هي الفكره ان الشخص ده بعد ما بيضحك عليه هو عارف كويس انه ضحك عليه، هو ذكي مش غبي، عايز الناس يضحك عليها زيه. يعني اللي هو زي المثال الشهير، الواحد يخش فيلم ويلاقيه وحش، فيطلع من الفيلم الناس اللي لسه هتدخل تسأله الفيلم ده حلو، يقول لك اه 100 100. طب يعني نقطع تذاكر ونخش وبتاع؟ اه 100 100، خش. الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ مناظر.